يمكن صار توتر نور جزء من حياتنا اليومية ما ممكن يغيب عنا بحكم الظروف العامة يلي عم نعيشها، ونختلف التوتر من شخص لآخر واختلفت الأسباب أيضاً. لكن الأسباب تراكمت وازداد التوتر وبيأثر بطريقة مباشرة على الصحة النفسية وفيما بعد على الصحة الجسدية. للإضاءة أكثر على الموضوع معنا الدكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية. يسعد صباحك. سعد صباحكم، صباح وأهلا وسهلا المواطنين فيك على الكريمين. شاشة الأخبارية. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. بداية خلينا نتعرف من حضرتك عن التوتر، شو مقصود فيه، مؤشراته والأسباب الطبيعية اللي بتأثر أو اللي بتأدي لهذا الشيء. حقيقة التوتر العصبي اسمه العلمي هو القلق النفسي العصابي. التوتر العصبي هو حالة من الخوف والتفكير الزائد مرتبط عند الإنسان بشكل مرضي، يؤدي إلى عدم مقاربة صحيحة ومحاكمة الأمور بشكل منطقي. طبعا التوتر العصبي هو شيء طبيعي عند كل إنسان، عند أقدامه على أي عمل على أي تصرف بيكون هو الحافز هو الدافع للنجاح. هلأ إيمت بتقل للشكل السلبي؟ هون نحن اللي عليه على أنه هو اسمه التوتر العصبي، أو اللي بيقول أنا متوتر أو أنا عندي هلأ ضغوط، صار عندي توتر عصبي. هلأ هاد أسبابه كتير، نبلش بالأسباب البسيطة هي الأسباب العضوية، مثلا نقص هرمونات الدرق أو فرط نشاط الدرق، هذا بحد ذاته بسبب مشاكل عنا توترية. في عنا مشاكل لها علاقة بالجهاز العصبي المركزي، مشاكل بالفص الجبهي بالفص الصدغي، هاي بتؤدي إلى مشاكل نفسية وظهور أعراض توتر العصبي. هلأ الشيء الأشيع والشيء اللي بنعرفه نحن كلياتنا هو السبب الضغوط البيئية أو الضغوط الظروف المحيطة بالإنسان. هذا بيؤدي إلى حالات من التوتر العصبي الشديد، بيؤدي لحالات تشاؤمية، بنلاقي الإنسان عنده قلق دائم، عنده قلق من الخوف من الفشل بشكل دائم، عنده إعادة تكرار وتأكيد على الأمور. كل هاي الأعراض مع بعضها بتؤدي لظهور الحالة اللي نحن بنعرفها باسم التوتر العصبي. هلا في حالات سببها استعداد وراثي أو جيني، يعني هي الحالات المرضية الشديدة طبعا اللي بتكون فيه هنا اضطراب ب الفص الصدغي والفص الجبهي والارتباطات العصبية بيناتهم. بس يمكن دكتور هلأ يمكن المرض المنتشر أو السائد هو القلق والتوتر عند جميع الناس، يعني أي حدا بتحكي معه بيقول لك أنا الآن متوتر. نحن صحيح عم نعيش يمكن ظروف صعبة، بس قديش فعلا هي أسباب، يعني سبب التوتر الأساسي هو البيئة المحيطة أو الظروف، أو فعلا هي طريقة تفكيرنا اللي بتسبب هيدا التوتر؟ هلا الحقيقة الأسباب مثل ما قلنا، في الأسباب العضوية في الأسباب الثانية. طبيعة الشخص المتطلبة التنافسية هذا بيعرضه لضغوط شديدة، الذي لا يقبل الفشل أو لا يتفاعل بشكل طبيعي مع الفشل، أنه الإنسان ممكن يفشل ويطلع مرة ثانية منه ويبلش من الصفر. في ناس ما عندها هي الشخصية أو ما عندها بتربيتها أو باستعدادها تتقبل هذا الشيء، فممكن هذا بيؤدي يحطه على ضغط شديد. اثنين، ظروف عمله، في ناس ظروف عمله لا يحتمل الخطأ أو الخطأ له نتائج كارثية ما ممكن أنه يعوضه. ثلاثة، في ظروف المحيطة فيه كظروف اجتماعية، عنده حدا مريض، عنده حدا ممكن مهدد بفقدانه في أي لحظة، هذا بيؤدي كمان أنه بيظهر عنده ردات الفعل بشكل مرضي غير واقعي. هلأ كل هدول الأسباب مع بعضهم مع بالإضافة لضعف شخصية الإنسان أو ضعف بجوانب بشخصية الإنسان اللي ذكرنا جزء منها، هي نقاط ضعف يمكن هي بتكون موجودة بتلاقي فبتأثر. بتلاقي بلشت تظهر عنا هي الأعراض اللي هلأ إن شاء الله بدنا نحكي عنها. أكيد. طيب دكتور، كمان تراكم يمكن التوتر مثل ما قلت، في شخصيات قادرة على أنه هيك تجدد نفسها وفي شخصيات ما عندها هي القدرة، كيف فينا نقول أنه نروح شوي من التوتر هدول الشخصيات اللي عندها حالة من عدم القدرة على تكون صلبة شوي؟ في سبب عضوي، في ناس عندهم مشاكل بالسيروتونين بالدماغ بيؤدي لتفاعلهم مع الأحداث بيختلف عن السواد الأعظم من الناس. هلأ هدول الفئة رح نتركهم على طرف لأنه هدول علاجهم طبي حصرا دوائي، فمفروض نحن هدول لهم علاج خاص فيهم. نحن عم نحكي على السواد الأعظم من الناس اللي بيصيبهم التوتر العصبي بسبب ضعف بمعاملتهم للضغوط اللي بتعرضوا لها. هلأ هون بيجي دور مهم للدعم النفسي، الدعم والإرشاد النفسي له كتير دور مهم، إنه نحن نعلم شخصية الإنسان كيف تبلش من الصفر، كيف تتقبل الفشل، كيف تتقبل الضغوط، كيف تحط الاحتمالات كلها وترسم لنفسها مستقبل ضمن جميع الاحتمالات.
وكيف تتعامل بإيجابية وتكون يعني تتلقى الموضوع بطاقة إيجابية، ما دائما نتلقى الطاقة السلبية ونخزنها داخل الجسم ونطالعها بشكل سلبي، لا، ممكن نتلقى الطاقة السلبية نتعامل معها نعالجها بشكل منيح. هون بيجي دور المعالج النفسي او الطبيب النفسي او الدعم النفسي، بيعمل حاله توازن الدعم النفسي، نعلم الشخص يحول الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه او يتعامل معها بامتصاص ايجابي. في ناس تمتصها ما بتظهر الموضوع ولكن بيكون على حساب جسدها فبيطلع عنا امراض نفسيه مهمة. جسديه، وهي نقطه كثير مهمه دكتور، يعني استقبال يعني او التعامل مع الضغوط والظروف بطريقه غير سلبيه. كمان الوضع السائد الكل سلبي، يعني مين ما بتحكي معه انا تعبان يعني من الصبح ما دون ما يكون صاير معه اي شيء، صباح الخير، هو بيقول لك انا تعبان متضايق ماني طايق حالي. فهي نقطه كثير مهمه، اذا قدرنا نسيطر عليها بطريقه التعامل يعني مع الطاقه السلبيه كيف نقدر، هي بتنقلب يمكن حتى طريقه تفكيرك. الحقيقه مثل ما قلتي، هلا شوفي هون كلمه انا تعبان وهي كثير نحن بنواجهها الى شقين. هلا الحكي انه نحن نتعامل معها بشكل ايجابي، اوكي. هلا نحن التوتر العصبي بيؤدي لارق، بيؤدي لقلق، وانا مثل ما قلت لك بيؤدي لشو، تفكير متشائم. يعني دائما الانسان عنده حاله من التشاؤم، انه انا ما راح انجح، ما راح استفيد، ما في فايده، ما في لا هذا. والسعاده كمان يعني الابشع انه الله يجيرنا من هالضحك مثلا، لسه الابشع انه انت كمان لسه بتحسس نفسك بقيمه السعاده اللي حصلت عليها كمان، انه لا في وراها شيء، لانه هو بطبيعته التشاؤميه عم يفكر انه في شيء سيء بالموضوع. ما معقول يكون الموضوع انحل وصار موضوع سليم. مثل ما قلت لك التوتر بيؤدي لارهاق، التوتر العصبي بيؤدي لارهاق الجهاز العصبي، وارهاق الجهاز العصبي سواء بالارق سواء بعدم الراحه عدم الاسترخاء، هذا بيؤدي لتعب دائم، وهي اهم الاعراض اللي ممكن نلاحظها. يعني وهن جسدي دائم بيكون مرافق، وهن جسدي واضح، يعني المريض ممكن يجينا باعراض جسديه ما انا باعراض نفسيه او اعراض عصبيه، ممكن يجي باعراض جسديه ثانيه ما لها علاقه، الام ظهر، الام عمود رقبي، صداع، غباشة بالعيون، أحيانا براجعنا بانقباض بالصدر، ضيق نفس، دقات قلب متسارعة. هذا كله ممكن يكون بسبب التوتر طبعا، يعني مو ممكن يكون منشأ عضوي، أوقات التوتر الزايد بيخلق هو هاي الأعراض الخارجية اللي مثل هون. بدنا نميز بشغلتين، في أعراض نفسية جسدية اللي عم نحكي عنها، يعني أحيانا بتلاقي المريض داير 30 40 طبيب على ضيقة نفس، على دقات قلب متسارعة، هو ما عنده أي مشكلة بالقلب أو بالأجهزة التنفس، موضوع توتر نفسي فقط، توتر نفسي. وفي أحيانا التوتر النفسي بيكون مهيئ لأمراض، أمراض أحيانا خطيرة مثل السكري. نحن نعرف أنه أحيانا الشدة النفسية ممكن تأهب لسكري، تأدي لسكري، ارتفاع ضغط الدم لأنه التعرض الشديد بسبب التوتر النفسي للأدرينالين. بيقولوا جاء سكر على زعل، يعني بعد زعله يعني إجا هيك سكري. تبسيط الموضوع نقول التوتر النفسي بيؤدي لامراض مناعيه ذاتيه، يعني مثل جيلان باري، مثل الروماتيزم، سببه كله انه تعرض لشده نفسيه. منشأ عصبي، طول ما انت استنزفت طاقه الجهاز العصبي ففي خلل رح يكون. في عندنا كمان الاعراض المهمه اللي كثير شائعه والناس ما بجوز ما تنتبه عليها، الكولون العصبي هو سببه توتر نفسي فقط. القرحه، الربو، الحساسيه الزائده، يعني حساسية بتلاقي مريض شو من أخذ عم يتحسس، يطلع له بقع، يطلع له شري جلدي، يعني مرض جلدي بس ولكن سببه نفسي بالأساس. طيب دكتور، بعض الناس بتلجأ لتأخذ مهدئات أو مسكنات من دون حتى مراجعة الطبيب، إنه خلص أنا حاسة حالي متضايقة خليني أخذ هلأ حبة مهدئة بيمشي الحال ما في داعي. شو رأيك بهالشي؟ بدي أحكي بنمطين لنقول. هلا نحن عنا المعظم الناس او معظم حتى الستات، انا كثير بواجهها هي بالحياه اليوميه، انه اوكي معديه بظرف صعب كذا، بناخذ حبه لكسوتان، حبه فاليوم، بننام الليله وخلص بشكل دائم، وبعد بيومين بصيروا الحبه حبتين، وبعد باسبوع بصيروا ثلاث حبات، وبتوصل لعنا على العياده يا دكتور عم اخذ، بتلاقي مع علبه ادويه وما عم نام. طبعا هون هذا السبب انه دخلنا بالاساس بغلط. المهدئ النفسي هو ضروري، وهذا بدي احكي بالنمط الثاني تبع اللي نحن بنعطيه مهدئ نفسي بيقول لي انا ما بدي اخذ مهدئ نفسي لانه خايف اتعود عليه. العلاج بهيك حاله بده يكون خطه تعتمد على العلاج الكيماوي اللي هو الادويه
وبنفس الوقت الحكي اللي حكيناه اللي هو الدعم النفسي وتغيير طريقة تفكير الإنسان. بس أنا كيف بقول مثلا هيدا الشخص يحتاج إلى مهدئات؟ شو الأعراض يمكن اللي بترافقوا أعراض التوتر اللي نقول إنه هو فعلا تخطى هي المرحلة التوتر الطبيعي اللي عم نعيشه بشكل يومي، صار هو فعلا مريض، يا بيحتاج لدواء للمعالجة أو دعم نفسي؟ هلا دائما برجع بقول لك ظهور مجموعه من الاعراض لمده طويله، هذا الموضوع بدنا نحط له حد. يعني ارق، بلش مريض عنده توتر نفسي، عنده ارق ادى الى قله نوم شديده لمده طويله، اوكي، مو بظرف معين. اثنين، حالات الاعراض النفسيه الجسديه اللي حكيناها، تسرع قلب، ضيق نفس، وجود الام عضليه، الام تشنجيه متكرره، حالات من فقدان الوزن غير المبرر، فقدان الشهية أحيانا غير المبررة، هذا بيكون سبب توتر نفسي. أربعة، عدم القدرة على العمل، يعني مريض ما عم يقدر يلتزم بعمل معين، ما عم ينجح بأي شيء بيعمله، قلة التركيز بترافقه، يعني قلة التركيز كمان بيع أثناء العمل، وأحيانا النسيان المؤقت. يعني مريض بيكون بيجيني كثير ناس بيقولوا يا دكتور أنا قايم كنت اشتغل شغلة وصلت للمكان سيتا، هذا اسمه منتال بلاك أو بسموه توقف الدماغ عن العمل، فجأة بتوقف الإشارات بالدماغ. بسبب شو هو؟ التوتر العصبي، نفقد التركيز، نتشتت. مثل الطلاب بيكونوا دارسين كتير منيح وبيروحوا وقت الفحص، هي المنتال بلاك، خلص وقف بعد الفحص عن العمل، بيذكر المعلومات. فإذا نحن هذا المريض لازم نكون حطينا له خطة، لأنه كل ما له عم يدخل بحلقة معيبة بدوامة كل ما له عم تزداد. فمنحنا هذا المريض بحط له خطة، خطة دعم نفسي مع خطة علاج كيماوي مؤقت، هو 3 شهور 6 شهور سنة اللي بيرتقيه طبيبه المعالج وحسب تطور حالته. طيب دكتور، فينا نقول مثلا إذا كانت المعالجة دوائية قديش فعليا هي المدة المحددة لنقول هو فعلا ضمن الإطار الطبيعي؟ لأنه مثل ما قلت في كثير من الناس بتقلك أنا بخاف ما بدي أخذ مهدئات، أنا بخاف أتعود عليها. العكس تمام من الأشخاص الثانيين بياخذوا مهدئات بدون ما يراجعوا الطبيب. إن نحن هي خطة، نحن بدنا نحط خطة دعم نفسي، يعني سواء إذا عنا نحن شيء توتر عصبي مرتبط بزمن معين ممكن نحن نحط خطة دائمة دعم نفسي وعلاج كيماوي لنعدي هاي المرحلة وبعدين نقطع الدواء بشكل تدريجي، أو إنه نحن لبين ما يكون البنية النفسية للمريض تأهبت وكبرت وعلمناه عادات صحية جديدة، مثلا إنه ينام بكير، يفيق بكير، يعمل رياضة، يلاقي مكان لتفريغ الستريس اللي مرتبط بحياته. كثير ناس يمكن هلا بتسمعنا بتقول هذا الحكي كثير جميل، بس نحن ما بنقدر نطبقه على أرض الواقع لأنه نحن عايشين بظروف حرب. يعني 7 سنين من الحرب استنزفت طاقتك كشخص، طاقتك إن كنت سليم ومعافى 100% استنزفت طاقتك، فكيف إذا كنت فعلا أساسا شخص مضغوط؟ طبعا نحن هلا نحن هذا بيؤدي لانه انا 90% من مرضانا اللي بنشوفهم في العيادات سواء كنا كجراحين او اطباء بالاساس امراضهم إلى سبب هو التوتر النفسي، سبب انه نحن عايشين مجتمع حرب. لكن هذا ما بدفعنا لانه نستسلم لهذا الموضوع، نحن علينا نحط النصيحه ونحط الخطه، وعلى الانسان هو انه يلتزم في موضوع انه يساعد نفسه، لانه اذا ما ساعد نفسه فهو داخل بحلقه مفرغه. نحن كمان كمجتمع اللي بيساعدنا هو العلاقات الاجتماعيه اللي بين الاسر او حتى ضمن الاسره نفسها، العلاقات أكثر. الاجتماعية الإيجابية، هي علاقات طاقة سلبية. نحن مجتمعنا لا يزال يعني بالحد الأدنى محافظ على العلاقات الاجتماعية، صلة الرحم موجودة بعد، بتساعد حتى الطبيب والمريض أنه يطلع من الموضوع. يعني ما بيجينا مريض لحال، غالبا حد معه حدا من أهله ممكن نوجه أنه يساعده لهذا الإنسان. فبالتالي بهيك ظروف نحن بهيك مجتمع عنده استنزاف مثل ما قلتي لطاقته، لازم كل الكوادر سواء الاجتماعية أو على مستوى الحلقة الأصغر الأسرة تساعد في أنه نطلع من الأثار السلبية للتوتر العصبي. أكيد دكتور، حكيت كمان يمكن عن أنه المريض يساعد نفسه بنفسه، فكرة التقبل قدي عم تشوفها موجودة عن يمكن بعض الناس اللي بيراجعوك أنه هو متقبل أنه أنا عندي شيء لازم روح عند دكتور يشوفني، شوف ردات فعلي ليش هيك صايرة. في أشخاص ما بتوصل أصلاً لهالمرحلة أو بترفض أنه تحس أنه هي عندها شيء غلط. هلا للاسف يعني معظم مرضانا ما بيراجعونا لانه هو حاسس انه عنده توتر نفسي. لا، معظم امراضنا بيراجعونا بسبب الاعراض النفسيه الجسديه اللي حكينا عنها، انه والله يا دكتور حاسس قلبي عم يدق، حاسس تخدرت ايدي، نملت اجري،
تخدير تنميل بكل جسمي، هي الاعراض اللي بتواجهنا بشكل عام. لانه ما بيعترف ابدا انه هذا الشيء له علاقه بالتوتر. طبعا انا بساله ثلاث اسئله مجهود فورا، بقول له عم تنام؟ قال لا. حاسس دقات قلبك كثيره؟ ايه. الصبيه مثلا عم يهر شعرك؟ ايه والله كثير عم يهر شعري. فنحن دخلنا بموضوع هو التوتر النفسي، هذا بدنا ننتبه عليه. طبعا بعد ما نعمل فحوصات الى خطه معينه لننفي الاسباب العضويه بالاول. التقبل فعلا في عندنا مشكله فيه، يعني دائما المريض بيقول لي بس انا ما عندي، يعني انا حياتي كثير مبسوط كثير سعيد وما عندي مشاكل، ليش ليكون عندي سبب نفسي؟ ما هي القصه مو هيك، هي القصه مو انه في كارثه سوداويه بحياه الانسان ادت لحدوث توتر عصبي، مو دائما هي هيك. القصه انه احيانا هو الضغوط العاديه تفاعله معه بسبب كثرته وبسبب فقدانه لشيء معين في حياته بيؤدي لظهور الشكل المرضي من التوتر النفسي. هلا التعامل مع هيك موضوع بده علاقه خاصه بين الطبيب والمريض لحتى يقدر يوثق فيه المريض ويبلش طريقه علاجه. دكتور تامر اخصائي بالامراض العصبيه، نشكرك على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق. شكرا كثير لك. وإلكم يا رب. شكرا لك دكتور، ونهارك هيك كلياته راحه بعيدا عن التوتر. الله يخليك يا رب.